السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. إخوتي العلماء والأدباء والطلباء، أرحب بكم من أعماق نفسي في هذه الجلسة الطيبة التي نبدأ فيها قصيدة من القصائد المعروفة التي سارت بها الركبان وطبقت شهرتها الآفاق، وهي جديرة كل الجدارة بهذه الشهرة والسمعة الطيبة، وهي حقيقة أن تحفظ بالقلب وأن تعلق بالنفس وأن تطبق في الحياة. هذه القصيدة تعلمنا الأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها العلماء، إنها توجهنا إلى الصفات العليا التي ينبغي أن يزدان بها الطلاب، طلاب العلوم الدينية. فإننا نرى اليوم أن أهل العلم لم يعودوا متصفين بتلك الصفات العالية الرفيعة السامية، وقد تردوا في أسفل درك. يسوءنا والله أن نقول بذلك، فأرى من المناسب أن أنشد أمامكم هذه القصيدة الميمية التي تكاد تسيل قوة وعذوبة وغيرة وأنفة وحمية على العلم وأهله. وهذه القصيدة لصاحبها الإمام علي بن عبد العزيز بن الحسن الجرجاني رحمه الله، الذي ولد في القرن الرابع وعاش في هذا القرن. مولده سنة 22 و300، وتوفي سنة 92 و300 من الهجرة بجرجان، وهو العالم الأبي والأديب القريب. ويمكننا أن نستشف أخلاقه وأوصافه من قصيدته هذه، فحي أهلا بكم، تعالوا معي نتمتع بهذه القصيدة. يقول رحمه الله: وهو يصف نفسه، إلا أن هذه الصفة ينبغي أن تكون في كل عالم غيور شهم بطل. يقول: يقولون لي فيك انقباض، وإنما يقولون لي فيك انقباض، وإنما
رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما. يقول رحمه الله: الناس يقولون لي: أيها الجرجاني، إنما أنت رجل منقبض محتشم، لا تباسطنا ولا تمازحنا ولا تخالطنا ولا تعايشنا. فأجيب: إنما أنا رجل غيور، أربأ بنفسي عن موقف الذل والضيم والصغار. يقولون لي: فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما. أحجما ابتعد وأعرض، وإنما أنا رجل لا أرضى بموقف الذل والصغار، وإنما أبتعد عن كل موقف ينكس رأسي، ولذلك أبتعد بعزة نفسي عن كل من يريد أن يذلني، وذلك قد يحمله بعض الناس على الانقباض والاحتشام واعتزال بالنفس. يقولون لي: فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما. أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما. إنني أرى الناس من داناهم، من يكون مخالطا لهم، من يترك الحشمة معهم، هان عندهم، ذل في عيونهم. ومن أكرمته عزة النفس أكرما. وأما الرجل الغيور الذي يكرم نفسه وعزة نفسه تأبى عليه كل موقف ذليل وكل فعل دني، فهذا الرجل يعيش مكرما. أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما. وهنا أقف وقفة وأقول: ينبغي أن يكون العالم أبي النفس، غيورا شهما، لا يذل نفسه، لا يتكفف ولا يسأل، ولكن ينبغي أن يكون معاشرا للناس، طيب الأخلاق، داعيا إلى الإسلام. والدعوة قد تقتضي أن يعيش مع الناس، نعم يعيش مع الناس، ولكن يكون معتزا بنفسه مع حسن الخلق. فينبغي أن يكون موقف الإنسان معتدلا. وهنا قد بالغ الشاعر شيئا، لأن موضوعه يقتضي ذلك، وإنما يريد ألا يذل العالم نفسه، ألا يتردى إلى الهاوية، كما نرى اليوم أن العلماء لا يأبون ولا يترفعون أن يقوموا بكل ما يجر إليهم نفعا ماديا، مهما كان فيه ذلتهم وهوانهم، وذلك لا يليق بشأن العالم. بعد ذلك يقول: ولم أقض حق العلم إن كان كلما، ولم أقض حق العلم وإن كان كلما
بدا طمع صيرته لي سلما ولم أقض حق العلم أنا عالم والحمد لله على ذلك. هذا يقوله الشاعر: جعلني الله سبحانه وتعالى عالما، آتاني الله سبحانه وتعالى من لدنه علما، فينبغي أن أكون غيورا على هذا العلم. وإن كان كلما بدا وظهر لي طمع مادي جريت وراءه وصيرته سلما إلى الازدهار المادي فذلك إساءة إلى العلم، ذلك تشويه لسمعة العالم. ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما. وهذا فيه عبرة لأبناء هذا العصر، فإنهم يجرون وراء كل طمع مادي وكل غرض دني وكل هدف رخيص. لا، ليس هذا من حق العلم البتة. وما زلت منحازا بعرضي جانبا، وما زلت منحازا بعرضي جانبا من الذل أعتد الصيانة مغنما. منحازا أي مجتنبا معرضا، ما زلت منحازا بعرضي جانبا أي محتفظا بعرضي منزويا عن الناس وعن سؤال الناس وعن الحصول من المنافع، أبتعد بنفسي عن كل ذلك احتفاظا بعرضي وكرامتي وغيرتي. وما زلت منحازا بعرضي جانبا من الذل أي مبتعدا من الذل إلى جانب بعيد. أعتد الصيانة مغنما، أعتبر صيانة العرض وحفظ الكرامة مغنما كبيرا. إن لم يحصل لي مغنم مادي فلا بأس، ولكن أرضى من الغنيمة بالعزة والكرامة. ثم يقول: إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما. انظروا إلى هذه العزة النفسية وإلى هذه الغيرة العلمية، تشبعت بها نفس العالم. يقول: إذا قيل لي هذا منهل فاشرب وأروي ظمأك، هذا منهل متيسر لنا قريب بمتناول أيدينا، فلا بأس أن تشرب من هذا المنهل. ولكن أقول: إن نفس الحر تحتمل الظما، تصبر على العطش، ولكن لا تقرب المنهل الذي فيه أي نوع من الذل والصغار والهوان للمرء المسلم. إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، أنا أيضا أرى أن هذا المنهل موجود، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، أنزهها عن بعض ما لا يشينها، أنزهها عن بعض ما لا يشينها مخافة أقوال العدا فيما أو لما. أنزه نفسي أي أبعد نفسي وأرفع نفسي عن بعض الأمور التي لا تشينها أي لا تعيبها.
لا يكون العبد من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. فأنا أرفع نفسي عن بعض الأمور التي لا بأس بها والتي لا عيب فيها ولا حرج فيها، ولكن أنا أتنزه من الشبهات، أنزهها عن بعض ما لا يشينها، يشين أي يعيب، مخافة أقوال العدا فيما أو لما، لأني أخاف أن الناس يتهمونني ويسيئون بالظنون ويقولون لي أقوالا، مخافة أقوال العدا خوفا من أقوال الأعداء والمنافسين فيما أو لما، لماذا فعل فلان العالم هذا الفعل؟ فأنا لا أقوم بأي عمل وإن كان جائزا مشروعا إلا أنه يكون فيه أي نوع من الشبهة والظنة والتهمة إلى نفسي. وهذا جميل جدا، وقد جاء في الحديث ما يؤيد هذا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فمن تنزه عن الشبهات والأمور المشتبهات فهو يحتفظ بدينه وبعرضه. فالمطلوب من الإنسان من المسلم أن يحتفظ بدينه وأن يعتز بعرضه كذلك. ويطول بنا المجلس، لذلك نقف هنا على هذه الأبيات ثم نواصل إن شاء الله سبحانه وتعالى، فانتظروا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين.